السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مريم معريبي. اليوم ما خرجت، نعم، في تحويصة صغيرونة في منتزه، وعليكم بشوي، في منتزه في سولي هول برمنغهام. نعود نوريكم بشوي. اليوم ان شاء الله حبيت نحكي لكم على موضوع معناها ياسر سألت عليه، وانا قبل كنت نسأل فيه، معناها كيف افرق بين صوت العقل وصوت القلب؟ كيفاش نعرف انه الصوت اللي نمشي معاه انه معناها في الحديث يقول لك استفتي قلبك ولو افتاك الناس وافتوك. فلهنا انت انه القلب، كيفاش نستفتيه القلب؟ كيف استفتي قلبي؟ معناه فالاستفتاء نتاع القلب يكون من خلال الاحساس اللي تحسه. فوقت اللي انت تبدا مثال عندك موضوع باش تعمله، وكل شيء الصوت الداخلي اللي في دماغك معناها يعطيك في حاجات سلبية. مثلا انت باش تمشي تقدم في شغل، مثلا في عمل، باش تقدم باش يقبلوك في عمل معين، تسمع كلام سلبي، انت ماكش مش تنجح، ما غير ما تعمل حتى مجهود راه، وما غير ما تعب روحك راك مش تمشي ومش باش يقبلوك. الكلام السلبي اللي سبق لك توقعات سلبية، هذاك صوت العقل اللي هو صوت الإيجو، صوت النفس، صوت الذات السفلى متاعنا، يعني صوت الذات الظلامية نجمو نسموها، عندها برشا تسميات. فهي صوت العقل، صوت الإيجو، صوت النفس، صوت ذات السفلى، يعني عندها برشا تسميات. احنا مش المشكل في التسميات، احنا هات نغيرو، هات نوصلو نفهمو ونغيرو. فالهنا اي صوت يعطيك كلام سلبي راهو صوت نجمو نسموه صوت الشيطان زادا، لكن مش بالمعنى الشيطان اللي هو اللي نعرفوه كيان، يعني هو في داخلنا، معناها افكار جينا من معناها من تشوهات معينة تعرضنا لها في حياة ما، في حياتنا معناها تعرضنا لبرمجيات معينة، وسمعنا معناها سمعنا كلام انك انت ما تنجمش تنجح بسهولة والحياة صعيبة، واكل الكلام السلبي اللي سمعناه من اللي احنا صغار واحنا لنكبروا يبقى مخزن في العقل متاعنا، وكل مرة يعمل فلاش، كل مرة يعطيك حكاية ما يخليكش تقدم في حياتك. فكعليش ديما نحكي نقول راهو الباز وقت اللي الصغير يتبنى، يعني يكون الصغير مبني على تربية صحيحة من الأول، وما يخوش حاجات هو ربي عطاهولنا على الفطرة، فما هو ما احنا ما نزرعوش فيه أفكار وبرمجيات تعمله الهدم للخير اللي عطاهوله ربي. خاطر كل انسان يجي للدنيا هذه فيه بالحق خير عظيم للاخرين ولذاته. فلهنا الصوت نتاع العقل هو الصوت اللي يعطيك برشا كلام خايب، اللي يعطيك ديما كلامه خايب، ديما كلامه خايب، راهو هذاك صوت العقل. واللي كلامه باهي، يعني تحس هكا الشعور يخليك والله باش نمشي باش ننجح، اكيد باش ننجح، يعني يعطيك كلام باهي. هذا هي الزوز الحاجات اللي تفرق بينهم. اللي يعطيك كلام خايب راهو هذاك هو الايجو، راهو هذاك هو صوت العقل، راهو هذاك هو الصوت اللي ما لازمكش تمشي معاه، ما لازمكش تسمعه، يعني تطفيه ما تسمعوش، هو يحكي خليه يحكي، يعني جيش تعطيه مراقبه وكهو، ما تدخلش في احكام زيد معاه، باش ما تدخلش في جلد ذات وفي كره للذات وكل. فانت جيش سمعت كلام سلبي في دماغك، ما تمشيش معاه، كيما عبد جاي باش يذم لك عبد، ما تسمع، ما تبقاش معاه، ما تسمعوش هو يحكي له، معناها ارفض انك تكون منسجم مع معناها السيل نتاع الافكار السلبيه هذيك، ما تمشيش معاها فقط لا اكثر لا اقل. وامشي ديما مع امشي للجانب الباهي، امشي للجانب التحفون، الجانب اللي نجم يعاونك، الجانب اللي نجم يغير لك حياتك بالحق. هذه هي معناها صوت القلب ولا صوت العقل. ان شاء الله معناها الامور نحسها بسيطه بالنسبه لي، معناها نحكيها ببساطه، لكن ما نعرفش اذا توصلكم ولا. فان شاء الله معناها مذبية اللي تبعوا فيها بالحق بالحق، معناها اللي يعرفوني بالحق يعني، ويعرفوا رحلتي معناها، ويعرفوا اني خدمت على روحي في يوم ما، اكتبوا لي لوطة في كومنتات باش نعرف معناها اذا انت بالحق كلامي نفعك لا، شنو هو، يعني نتفاعلوا مع بعضنا معناها باش نعرف اني فما عباد قاعدة تسمع فيها وقاعدين منسجمين بعضنا، ونقدم في حاجة بالحق توصل للآخرين.
فإذا يعني عندك أي تعليق أو أي موضوع تحب تحكي فيه ولا أي موضوع تحبني نحكي فيه ميسيلش يعني أعطيني اكتب لي لوطة. فهذه هي معناها بالنسبة لصوت العقل وصوت القلب كيف أفرق بيناتهم ببساطة شديدة. هذه هي معناها أي حاجة تعطيك تفكير خايب أي يعني نسموه فكر شيطاني، نسموه فكر سلبي، فكر يهدم معناها يهدم الذات متاعك، فكر ما فيش إيجابية، ما فيش حاجة بوزيتيف، ما فيش حاجة باهية، اللي هي في السنة يقول لك من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. هذه مش كان في الكلام البرة، حتى في الداخل متاعك خليك ديما حتى في فكرك ديما تفكيرك الماكس باهي، يعني ما تمشيش مع خاطر ديما هو عندنا الباهي والخايب بحكم الحياة اللي هنا فيها باهي وخايب، راه مش يكون عندك انت افكار باهية وخايبة، لكن في وقت ما مجرد ما انك ما عادش تتفاعل معاها الخايب هذيك، ما عادش تمشي معاه، ما عادش تمشي معاه، ما عادش تسمعه، يمشي من دثر، يعني يبدا كيما السماء والسحاب، ما عادش يأثر فيك. معناها عمرك شفت السحاب والسماء يتعاركوا؟ ما يبدا متعدي على روحه وكهو، اني ما اني مش معاك، مش معاك يا تفكير يا سلبي، مش معاك يا برمجة يا خايبة يا كذا، يعني خايبة يعني سلبية، معناها مانيش معاك، مانيش مش ننسجم معاك، قررت اني نكون بالحق انسانه باهيه، قررت اني نكون انسانه باهيه في روحي في افكاري في طموحاتي في طموحاتي في احلامي. معناها خليك ديما ماشي مع الحاجه اللي تخدمك، الحاجه اللي تنفعك، الحاجه اللي تنورك، مش الحاجه اللي تزيد عليك والحاجه اللي تتعبك والحاجه اللي ترجعك بالتوالي. خليك مقدم القدام وخدم على القدام. فهذه هي معناها، وكما قلت صوت القلب هو الإحساس بالرضا، الإحساس بأنك بالحق يعني إنسان محليك، يعني اللي يعطيك كلام باهي مثلا، حتى في روحك أنت تسمع صوت محلي هكا إحساس يقولك راك والله أنت محليك، راك والله راني نحبك، راني فما عبيد تسمع لداخل العكس أني نكره روحي يعني من نفسي، فما عبيد عندها برشا كره للذات فتسمع الكلام هذاك. فانت هاو فرق بيناتهم، اللي يعطيك كلام خايب ما تسمعوش، واللي يعطيك كلام باهي امشي معاه وتبعه. هذه هي معناها كيفاه معناها تستفتي القلب متاعك، وكيفاش تكون معناها انسان معناها بالحق ناجح في حياتك، انك ما تمشيش مع الحاجات اللي تعطيك حاجات هدامه، حاجات ما تخليكش تكون عندك بصمه في الدنيا، حاجات ما تخليكش تكون مرتاح، يعني تعمل في حاجه اللي تريحك. يعني مثال باش اني وصلت سجلت الفيديو هذا، برشا كلام سلبي جاني يعني نتاع هدام، يعني بالحق كلام خايب يعني جاني في مخي، لكن خدمت عليه، نظفت يعني عملت تقنيات تنظيف للأفكار هذيك والمشاعر المصاحبة لها، وأنا قدم في ومشيت، ومع أنه الصوت متاعي يعني كل فيا من داخل، يعني جزء كبير جدا من داخلي يحبني نبدأ في الفيديوهات ونبدأ في الخدمة الأصلية متاعي، أني نعاون وأني بالحق نخلي حاجة ورايا تعاون الآخرين، يعني أي حد يدخل القناة ينجم يلقى يعني مرجع ينجم يستفيد منه معناه. فهذه هي يعني اني يعني رغم عن الكلام السلبي اللي جايني في العقل على اني ما نجمش نعمل حاجه مفيده واني لا، اني مشيت مع القلب متاعي وقلت لا اني باش نقدم حاجه تنفع الاخرين. فهذه هي معناها باش تفرق بين صوت القلب وصوت العقل او صوت الايجو وصوت الروح. ان شاء الله نكون وصلت لك يعني المعلومه، وان شاء الله تكون استفدت بها وطبقها، معناها طبق خاطر ديما نرجع ونقول راهو ما غير تطبيق، ما فهم شيء يتبدل، راهو ما غير تطبيق ما تنجم تبدل حتى شيء. فانت طبق بالتمرين، خاطر كل شيء بالتعود يولي عاده، يعني بالتعود يولي عاده. فانت بالتعود ما عادش تسمع الكلام السلبي، اسمع الكلام الباهي، ما عادش تمشي مع العباد اللي تحكي بالسلبي، امشي مع العباد اللي تحكي بالباهي. ديما ابعد على الحاجات اللي فيها سلب، ابعد ابعد ابعد، حاول ماكس تبعد، خليك عايش في سلامك في هدوءك في جمالك في كل شيء، في أنوثتك في عالمك في حياتك معناه، والحاجات اللي مش تضرك ابعد عليها. وكهو معناها ديما امشي مع صوت القلب، ديما امشي مع الصوت اللي يشجعك، الصوت اللي يقول لك قدم، الصوت اللي يقول لك اختار الحاجه اللي تنفعك، ما تمشيش مع الصوت اللي يعطيك الحاجه الخايبه والحاجه اللي ترجعك بالتوالي. فان شاء الله يعني نكون بالحق فدتكم مره اخرى عاودتها، وكاو ان شاء الله ربي معاكم، وان شاء الله يعني الفيديوهات تتحسن مستقبلا، خير ما خير ما خير، خاطر هذايا بالحق يعني اني باش حليت القناه تبعت برشا معناها نعرفهم على في الوعي، انهم برشا برشا حتى مش في الوعي، كلهم كان عندهم شويه تراك في البدايه فاش يعملوا فيديوهات، وبشوي بشوي كل شيء يتطور معناها. فان شاء الله مستقبلا نكون يعني عند حسن ظنكم بما يعني
يكفي معناها. والحمد لله على كل شيء، وان شاء الله ربي يعطيكم براحة البال وصفاء القلب، وربي معكم النسكل. السلام عليكم.